اخواني اخواتي السلام عليكم. هذه هي بودور الايكيبي، يعني بودور الايكيبي بودور تاتي من افريقيا وتستعمل في الزياده في حجم الارداف والصدر والثدي. تستعمله النساء لتسمين المناطق الانثويه، ويعني في الاواني الاخيره نشاهد كثير من الوصفات على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف انواعها، وكثير من اصحاب يعني القنوات في اليوتيوب يقدمون وصفات جاهزه من هذه يعني البذور، اي بذور ايكيبي للتسمين وللزياده في المناطق الانثويه والصدر. ولكن هناك بعض الخلطات التي قد تكون خطيره على صحه الانسان، ولا انصح الناس بالتهور واخذ هذه البذور بطرق عشوائيه بطرق غير مسؤوله، اما ان تكون هناك نتائج أن تكون فقط مضيعة للأموال، أما أن تكون هناك أضرار وأعراض جانبية. وأنصح الناس بأخذ الأعشاب من ذوي التخصص، لأن هناك بعض الإخوة فقط يقومون بأخذ من هنا وهنا ويقومون بخلط أشياء ثم يعطون للناس، كما يقول المثل المغربي كور وعطي العلي قري وعطي العلي كور وعطي العور، يعني هذا مثل مغربي. لهذا أنصح الناس بيعني